أشهر فكلهم صغار. وسار بأهله آنس أبصر، والإيناس قد يكون بالإبصار وقد يكون بالعلم. فقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا، آنست رشدا من فلان، علمت عنه عقلا وكياسة وفهما. فالإيناس قد يكون بمعنى الإبصار، وقد يكون الإيناس بمعنى العلم. آنس رأى من جانب الطور أي جبل الطور نارا. النار ما هي؟ قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى أن بورك من في النار ومن حولها، من في النار؟ قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في شأن ربه حجابه النار، وفي رواية حجابه النور، وكلتهما قوية الإسناد جدا ولها أكثر من طريق. حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال لأهله امكثوا، فيه أن الرجل لا يعرض أهله للخطر، إنما يحافظ على أهل بيته، وهو الذي يتصدى للمخاطر لا يزج بأهله في المخاطر. فهو لم يرضى أن يعرضها للخطر، بل قال لها أو لأهله امكثوا انتظروني. فهكذا يفعل أهل الشهامة وأهل الديانة وأهل النجدة، هم الذين يعرضون أنفسهم لما قد يخشى منه، لكن يحافظون على أهليهم وذرياتهم. هناك رجال أو أشخاص جبناء إذا سمع صوت خرفشة تحت السرير يقول لابنته انظري ماذا تحت السرير يا بنتي، البنت خائفة أشد منه، لكن أمام سطوته تفعل. لكن الرجل الشهم الكريم الشجاع الجريء يخاطر ولا يعرض أهله للمخاطر. قال لأهلهم كثوا، أيضا لم يذكر اسمها، وهذا جر على ما مضى، لأن الكتاب العزيز تصان فيه أسماء النساء عن الابتذال لا تبتذل.